طبعا. وزي ما قلت النهارده حلقه ضيف الشرف وحلقه انا متوقع انها هيكون فيها كلام كتير جدا جدا. عايز اشكر هدير صلاح المعده الجميله على تجهيز الحلقه ديت كالعاده. معايا يوسف عثمان. يوسف ايوه قول ايوه كده تاني. ايوه مساء الخير يا استاذ. مساء النور يا جماعه. هتعمل قسم كده بحب السيما قبل ما تبتدي. اقسم انني اقسم بالله العظيم انا اقسم ان انا مش هبوظ لك الحلقه ولا هقول اي الفاظ شبابي الفاظ شبابي لا ما في اطار الهوا بالظبط ما يرص عليه القانون في الاطار العام وكده. اقسم بالله العظيم باللي هو الحاجه الثانيه ايوه انك هتحاول تبقى يعني لما تبقى اقول لك ابقى عميق خليك عميق. حاضر. لما اقول لك ابقى حاجه بتعمل شريف شريف انا صاحب بيت يا خبر ابيض انا صاحب مكان يا شريف يعني احنا بحب السينما. انا بحب القناه بس البرنامج بحبك حبيبي حبيبي. اولا اول ما تسمع بحب السينما الكلمه دي اول حاجه بتيجي في بالك بيجي في دماغي طبعا شلال كده او ذكريات كتير جدا جدا جدا. بتفتكر حاجات في سنين حصلت وتفتكر الواحد ما بيحسش ان هو كبر يعني. يمكن الناس بتحس لما تشوفني ان هي كبرت اللي هو فجأة ايه الراجل ده كبر عامل ازاي كده. لكن انا ما بحسش ان انا كبرت ما بحسش برضو بالوقت ده كله غير لما مثلا بلاقي الفيلم بيتعرض او اشوف حد بيكلمني عنه او لحد دلوقتي. ودي الحاجة اللي انت كانت عليها في الانترو انه هي حاجة عايشة معاك لحد دلوقتي فهي حمل وفي نفس الوقت هي حمل يعني هي حمل حاجة كويسة بس رأس هي حمل تقيل. ليه حمل تقيل؟ عشان هي حطت ستاندرد معين لشغلك فلازم دايما حتى لو دلوقتي انا لسه ما عملتش حاجات توصل لقيمه سينمائيه كبيره زي بحب السيما بس لازم دايما اسعى لده. دي نقطه. الحمل التاني انه طبعا الناس ارتبطت بنعيم وارتبطت بالفيلم وارتبطت بيوسف وهو صغير جامد جدا فازت ازاي بتقول لهم طب وسعوا حته كده فضوا حته كده ليوسف بقى وهو كبير. الحته دي مش سهله خالص خالص. طبعا اتكلمت في الانترو على الزميل ليوناردو دي كابريو يا تاكيد اه حبيبي حبيبي بيه وزميله كريستين دانس بالظبط لسه فطرين مع بعض في رمضان. اكيد ايه اخباره ايه حلو بس هو عامل جيم ما رضاش ياكل اي حاجه من المحشي اللي انا عامله يعني بس هو تبص تلاقي فعلا ليوناردو دي كابريو ماكلوي كولكن بتاع هوم الون دانيال رادكليف في هاري بوتر. دانيال رادكليف مثلا ده واحد لما خلص هاري بوتر وكبر قدام عيون الناس كان عنده منتجين هوليوود ومؤلفين ومخرجين عمل كام فيلم بعديها حوالي 4-5 افلام كل الجونرز الممكنه وافلام اترشحت كمهرجانات وكده بس ان حد يقبله وهو كبير لا انت هاري بوتر يحلق يطول دقنه ومش عارف زلبطه يعمل مسرح يعمل مش عارف ايه انت هاري بوتر. دي لعنه فعلا دي لعنه جدا بس فأنا... هو بيكارك برضه هو ما هي دي بقى الفكره. انا عاجبني بقى ده في موضوع في دانيال رادكليف جدا جدا بالظبط انك تكارك وانك تدرس يعني انا بالنسبه لي كمان لما ابتديت اقول طب انا عايز ارجع اشتغل تاني وانا كبير ودخلت جامعه وكده ابتديت اذاكر. درست ايه؟ انا درست جامعه امريكيه مسرح وسينما ودعايه واعلان حاجات انت كتير قوي. انت بجد بتحب السينما انت بجد الموضوع ده مهم في حياتي مهم وعمري وانا بكبر عمري وتخيلت انه لا يعني هي ده وانا صغير عشان اشتغلت بس وكده لكن لما اكبر حبعد عنه لقيت ان انا ما بعدش عنه. طب تحكي لنا انا عارف تحكي لي حكايه كذا مره بس سريعا جدا تحكي لنا موضوع حصل ازاي وانت صغير. هو الموضوع حصل انه كان في دكتور احمد عبد الهادي كان هو اكتنج كوتش كان فاتح استوديو مع استاذ محمود حميده وكانوا بيدوروا على لانه استاذ محمود حميده واستاذ فوزي الله يرحمه هم كانوا صحاب جدا فكان بيقول له عمل مع بعض جنة الشياطين وعفريت الاسفلت فقال له طب بحب السيما محتاجين ولد فابتدوا يعملوا زي كاستنج كول في الاستوديو بتاع استاذ محمود حميده واستاذ محمد. طب اوكي تمام فانا رحت انا ما اعرفش ايه التمثيل ده يعني ايه كاميرا ومين دول ومين ممثلين ويعني فرحت قالوا لي طيب انت حاول يا يوسف تمثل مثلا انك سوبرمان فاطلع على الكرسي واعمل كده وارفع ايدي لفوق هحاول انك ممثل مذيع في التلفزيون فهنعلي ونوطي فاعلى ووطي معانا وانت بتتجاوب بتعمل وتجاوب عشان دي لعبه ده كان 5 سنين مثلا فاحنا ده كان سنه 98 مثلا فاللي هو انت بتلعب لحد ما رحت ورجعت فجاه كلموا ابويا وامي طب يوسف لا يا ريت عشان يمثل وكذا ويقابل استاذه ليلى ويقابل استاذ محمود حميد. طبعا اتخضيت جدا في الاول لان انا ما اعرفش مين دول ولما شفتهم على الحقيقه اتخضيت اكتر الناس دي خرجت من التلفزيون ازاي يعني بالنسبه لي مش مقتنع فاكر ان هم شخصيات كرتون يعني انت فاهم ما فرقش كده. فمثلا امي ورتني محمود حميده في شمس الزناتي فانا مش فاهم الراجل ده عايش ازاي ده اتضرب بشوكه في نص رقبته انا مش فاهم الراجل ده عايش ازاي. ليلى علوي ورتها لي في تفاحه قلت لها طب ماشي طيب هم دول يعني قالت لي فقابلتهم في الحقيقه قعدت فتره استوعب كمان محمود حميده طفل برضه هو طبعا ايه لانه حضرت الناس كلها
الناس تتكلم مع حد في الوسط تقول لك استاذ محمود حميد ايه ده، انا لا خالص يعني انا خلاص بقى انا بقابله ايه عامل ايه وبتاع. خرجت اول مره اشوفه انا فاكر خرجت من اوضه كده لقيته قاعد في الصاله قاعد على مكتب وبيبص لي كده وعادي ولا سلم عليا ولا بص لي، بس بيبص لي ان انا موجود في الاوضه. فانا مش فاهم هو ايه ده، هو زعلان مني في ايه؟ فروح هو بقى ارض شخصيه يعني، فروحت سلمت عليه ازيك بالظبط تمام. لا مش تاخد عليا، قالت لي جابت لي كنت احب انا الرسم والتلوين جدا، جابت لي قعدت تلعب ما طفل بتاخد عليه وكانت عايزه تحضني وتبوسني. قلت لها لا احنا ما اتفقناش على بوس. قلت لها لا من فضلك احنا ما اتفقناش في السياق الدراما، ما حدش يبوسني غير امي من فضلك، حدش يبوسني غير امي. ما شاء الله يا يوسف ما شاء الله، المبادئ ما بتتجزقش يا استاذ شريف. طبعا قلت لك حد بكبله فلا طبعا بتفتكر حاجات طبعا كتيره جدا. و هي الفئه فورك يعني الحدوته دي طبعا انت بترجع تبني عليها. فحتى لما جيت اشتغل وانا كبير كلمت استاذ حميده، رحت قعدت معاه وبتاع، واللي هو قعدت ادرس بقى دانيال رادكليف اشتغل على ايه وايه الادوار اللي هي يعني جيلبرت كريب والفيلم اللي عمله مع روبرت دينيرو اللي هو بس بقى نقطه النظام هنا هي مشكله. بس دانيال رادكليف تحديدا ان هو اولا كم انت عملت بحب السيما وعملت ادوار ثانيه في دراما وهكذا، بس برضه انت وقفت في سن نسبيا صغير. انت وقفت ايه في 7 8 وقفت؟ لا 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 وقفت بعد كده شويه. اللي هو الاخر واحد انت عملته اخر حاجه عملتها كان خلطه فوزيه، ده كان فيلم 2008 تقريبا في الفتره دي تقريبا. كم سنه ساعتها؟ والله ما عارف ده كان من 11 سنه كان 14 سنه كان عندي 14 يعني 13 سنه كان. وبعدين رحت ده كان بقى عشان الناس ما كانتش حاطينك في انت بقى انت تينيجر ولا انت طفل ولا انت ايه، ولا انت اللي خدت القرار قلت انا هسحب نفسي وارجع بقى؟ هو كان مزيج ما بين حط البلوغ والشرب كان بالظبط الخنشره دي الوش اللي في الشرب لا هو كان مزيج ما بين الحاجتين بسبب انه زي ما بقول لك المعايير دي اللي هو انت ابتديت تشتغل حاجات اشتغلت بقى اتربى في عز ولحظات حرجه وادوار في حاجات كويسه جدا بس ابتديت اللي هو المعايير تقل شويه عن اللي انت بتعمله. في افلام كنت هعملها ادوار وانا صغير كنت عاملها وما كنتش بعملها، كانت حاجات سينما وحاجات قويه بس في الاخر ابويا وامي لقوا ان الموضوع لا يعني كده كده كنت برضو في دراستي بقى كنت بتمرن سباحه وباسكت وبلعب في فريق الاهلي وحاجات كده فلو ايه كده كده بما انه حاجه بتشيل حاجه يرجع تاني في دراسته والرياضه اللي بيتمرنها ويلعبها والكلام ده كله. وكنت اشتغلت متصل مع استاذ محمد عبد العزيز قال لي يوسف اعمل زي كريم مثل وهو صغير وريح فتره ولما رجع تاني كان الناس لا ايه ده الله ده بص كبر ازاي وبقى الناس تقبلته بالظبط. هناخد هنا فاصل ضيف الشرف مع شريف نور الدين بحب سينا على ميجا لسه معاكم على ميجا اف ام. وعايز اقول لكم ان اللي بيحصل يعني في الهواء حاجه مش متفقين، اللي بيحصل بره الهواء يا جماعه حاجه تانية خالص، بس كلها فعلا ضحك كلها زي ما انا قلت. فعلا يا ربنا يعدي الحلقه دي يا رب على خير. بس في حاجات ينفع تتقال وفي حاجات ما تتقالش لا في السر ولا في العلن. بس ده حقيقي بالظبط طبعا. من لسه معانا النجم الجميل الشاب يوسف عثمان اللي انا زي ما قلت تاني سعيد جدا بيه، وسعيد ان هو قدر ان هو يعبر تحدي النجم الطفل ويقدر ان هو يكمل باشكال مختلفه. طيب عشان نعدي بقى مرحله ما قبل الاختفاء سريعا، كان في كذا عمل وكان في تجارب مهمه جدا وقفت قدام فنانين مهمين جدا في اعمال كبيره غير بحب السيما طبعا، لكن مين تاني من الفنانين اللي انت وقفت معاهم دول او في الاطار ده كنت شايف انها حاجه فرقت معاك جدا وانت لما رجعت بعد كده عامل حسابك ان انت لا انا عندي مسؤوليه برضه، انا وقفت قدام خالد صالح وقفت قدام فلان وقفت قدام علاء برضه سواء ممثل او سواء مخرج الاثنين فاهم. لو هنطلع بحب السيما بره فلو طبعا استاذ خالد صالح استاذ يحيى الفخراني في تربى في عزه، وان هو ازاي كان بيتعامل معانا احنا كنا اطفال ازاي بيتعامل معانا بالصياعه قوي واحنا مش فاهمين دي صياعه، يعني احنا فاهمين ان هو ده بيهزر معانا عادي عشان احنا اصحاب وكده، لكن لا ازاي عشان يطلع منكم ويطلع منكم احسن بالظبط بالظبط. لان كان في هو وحماده عزه ده المفروض لذيذ واولاد اخته وكده والكلام ده كله. كنت بتعمل فيهم ايه؟ انت انا بص انا اصل انا هقول لك حاجه مش عايز اكبرني ولكن انا شفتك الحقيقه كنت ضفت كده ضيف عند معتز دمرداش تمام خلاص. فانت يعني تيجي يعني انت عندك ثقه كده وعندك تلقائيه حلوه قوي، لكن فعلا اللي بيحصل دلوقتي هو اللي بيحصل وقتها. انت جوه الكاميرا وجوه يعني جوه الهوا حاجه وبره الهوا حاجه تانية خالص، فانا متاكد ان ده بيحصل برضه في شغلك اكيد تمام انا هسكت ما هو بص انت طبعا ما هو بص
لا هي الفكره في حاجه طبعا في نجوم كبيره جدا برضو يصرف لحظات حرجه دي كانت خطوه مهمه جدا لانه الليلة علوي وبعديها تخش في يسرى فلا يعني لا الموضوع خلاص انت ايه ده ويحل فخراني بقى عدى بس الفكرة في انه في نجوم فعلا ليهم رهبة من غير ما يتكلموا فلما تكون بتقابلهم لاول مرة لو هم ما كسروا بيحاولوا ما بيحسوا بكده لو هم ما كسروهاش من اول مرة هتفضل الرهبة دي كمان لو انت ليك مشاهد معاهم كتير او كده هتفضل الرهبة دي موجودة فهم بتلاقي بذكائهم هم عشان هم اكيد اشتغلوا كتير وعدوا سواء طفل قدامه او راجل كبير او ستة او حد مثلا عنده مشهد معاه او مشاهدين مثلا حد مجميع او بيقول جملة او كده ازاي يفكوا ازاي يخليه طبيعي تلقائي ازاي يخليه معاه في المشهد مش انا بمثل قدام فلان لا انا بمثل مع الشخصيه دي بالزبط. فده تبقى ذكاء طبعا مش كل الناس برضو عندهم الحته دي خليني اقول بس معظم الناس عندهم الحته دي وجاي من الخبره وجاي من هم هي الموضوع جاي من انا نجم انا نجم وشبعت ان انا نجم فعايز اطلع الناس اللي معايا انا مش لحد وانا عندي وده اللي بينجح النجم على فكره بالزبط. ايه بالزبط. اكتر حاجه تفتكرها كوميدي في كل الكواليس دي مع مين؟ والله ينفع تتقال على الهواء بص بص ممكن اقول لك قرر دواءه فيه سم قاتل بص اكيد طبعا كان في كواليس كتير جدا مع ليلى علوي ومحمود حميده في بحب السيما في بلاوي يعني بلاوي يعني اول مره بقى يعني فليس عليك حرج لا كان في بلاوي ايه اكتر حاجه تفتكرها لا بص افتكر مع استاذ حميده كمان اشتغلت مع مديه فوتوكوبي ومن ظهر الراجل ان هو قد ايه لا بس هو كان انا الفرق اللي خدت بالي ما بينه لما كان مثلا يجي يشتغل حد في اللوكيشن وهو ما حدش يعني هو ببروده وهدوءه وشخصيته دي الناس خايفه وهو بيهزر اساسا بس ما حدش مستوعب ايه وبعد ما يخرج الشخص يقول لي ويبقى بيهزر اصلا أيوة انت بس هو شخص هايل شخص قوي جدا شخصيه بصراحه بس افتكر طبعا مع خالد صالح الله يرحمه في فرعون ده يعني حاجه لا 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 يعني كنت مثلا اقعد اكل مثلا انت بتاكل قبل المشهد مثلا او لسه منحضر او كده يخرج من اوضته مثلا او من صوره في داخلي او في كرفان او كده كان دايما يقول لي يا موز ايه يا موز انا معاك ايه بتاكل ليه وماخد واكل مني انت فاهم كان طبيعي جدا كان تلقائي جدا كان لذيذ جدا قد ايه يعني حقيقي طبعا انا برضو ما لمستش ده على غير على كبر لما ابتديت افهم ابعاد التمثيل وان زي ممثل قدامك بيتعامل معاك وانا طفل برضو انت طفل فدايما هو الناس شايلاك فاهم قصدي لا استاذ خالد صالح لا هو لو لقاك لحظه في حاجه غلط في ايه ويتكلم معاك طب انت مش عايز تقول ازاي يخرجك من دي ازاي يلعب معاك في المشهد انا في مشهد عملناه في فرعون المشهد مكتوب على الهواء فهو ما لحقش يحفظه وانا ما لحقتش احفظه فده خالد صالح لو غلط في حاجه ما حدش يقول له حاجه استاذ محمد علي لكن انا طبعا يعني استاذ محمد علي كان بيحبني بس برضه في نفس الوقت اكيد لا انت مش عايز فازاي مضمون المشهد يا يوسف انت مش عارف المشهد هيقول ايه عارف يا استاذ خير تعالى نعومه سوا حلو فبخش عليه في المشهد الاقيه هو بيبتدي المشهد من نصه فانا طبعا في خضك احنا مسرح بقى فاهم ويجيب حاجات وتتكلم وترد علي انا عارف المشهد بيقول لي المفروض نروح فين فضلت معاه اتخذ المشهد وان شوت استاذ محمد علي قالك انا هاخده زي ما هو كده مش هاخد دقيقات ولا قطعته وبتاع بعد المشهد قال لي برافو عليك يا موزه انا لو معايا ممثل اي كلام كان وقع مني امنيه يا موزه برافو انا ايه ده خالد صالح بيقول لي كده انت فاهم طبعا فلا طبعا حاجه من عظيم ربنا يرحمه يا رب واعماله فعلا عايشه معانا يعني واسامه فوزي وكل اللي رحلوا يعني هما فعلا بجد دول اثبات ان الفن فعلا بيعيش وبيعيش بالظبط يعني دي الفكره لسه معاك على ميجا اف ام الشهره في سن صغير هو ده سؤالي اللي جاي استعد ليه علشان هو ده موضوع وده اعتقد هو ده الموضوع اصلا 1927 عملنا كده استفتاء اونلاين يا استاذ يوسف عشان نشوف مين وخسرت ما انت بتعمله في نفس الدروب يعني يطلع عليك شويه زلزال ولا بحب السيما ولا اخر نفس يا اكتر عمل بتحبوه ليوسف ونتائج لطيفه جدا خليكم معانا هنروح لفاصل بعدها هنكون مع حتى الساعه عجبك انت المزيكا دي يا والله تحس انها اوبرايليه كده شبه مزيكه السلم والتعبان لما كان هاني سلامه بيتفرج على حلاشي حوايا بترقص 1927 رقم الاسماس لسه معانا يوسف عصبان على الهوا في بحب السيما يوسف نجم بحب السيما شخصيا الفيلم وهو صغير عملت ايه مع الشهره وفكره الشهره وانت صغير وده اثر فيك ازاي بعد كده وانا صغير يعني انما الناس تتخيل انه اي طفل هو مشهور وهو صغير وكده بيلاقي كل الترحيب من زمايله في المدرسه وفي حياته الاجتماعيه وكده انا لا بصراحه انا كان اللي هو بيحصل عليه تنمر اللي هي بولينج بيحصل عليه تنمر كبير قوي في المدرسه ما اعرفش يعني انا كان في الم... وكان في مثلا انا فاكر كان في واحد في المدرسه كان اكبر مني بسنتين ثلاثه كان يجي مثلا يرخم عليا كعبلني مثلا فاقول له يقول لي ليه اقول له ليه بتعمل كده يقول لي عشان ابقى كعبلت ممثل
انت فاهم المنطق وش اللي فين. فطبعا وانا صغير كنت بحس ان العالم ضدي، عارف انت ليه كده، انا عملت ايه كل ده عشان انا بمثل كده يعني، فاهم؟ كنت في دمعه نزلت كده وماجده جت قعدت جنبي فاهم، وخدنا ميديم تو بتاع. الفكره بس في ايه، الفكره في انه لا ده خلينا نكمل الحلقه الجايه على خير يا ابني. والله العظيم يا ابني عايز اكمل اكل عيش يا ابني في المكان ده، عبر حظي بقى. الفكره بس ان بعد كده خالص الدنيا ايه ابتدت، لا يعني الواحد ابتدى اللي هو كده كده انا عمره انت عملت مع الواقع بقى. وعمر ما كده كده يعني، وده طبعا امي اللي ظبطت الموضوع ده قوي، اللي هو ما جاتش في دماغي مره لحظه ايه ده انا نجم كبير قوي انا لا محمد الحته دي ما بس. ولحد دلوقتي الحاجه دي ترى كسرتها فيك ازاي؟ كسرتها واحنا بنصور بحب السيما المشهد اللي هو انا بكلم فيه ربنا والدنيا بتمطر لما بخرج بعد مريض البلكونه. ساعتها كنا صور في شبرا، طبعا مش فاكر شارع ايه بس كان شارع رئيسي قوي، وكانت الناس كلها منموه في البلكونات وخارجه. شبرا يمكن، ما اعتقدش انه شارع شبرا، لا بس كنت في شارع رئيسي تاني. لا 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 لو شارع شبرا كنت هفتكر يعني. لا مش ف يعني فالناس بقى خارجه في البلكونات وعشان مش عشان طبعا عشان ليلى علوي انها بتخرج في البلكونه، فالناس كلها عايزه تتفرج وايه ده ليلى علوي وبتاع، وعاملين مطر صناعي وبالليل ومش عارف ايه، وهو الشط اتاخد تيكين بس يعني. فوانا نازل من على السلم بعد ما خدنا التيك، الناس خارجه من العماره من على السلم، ايه ده يا نجم؟ طبعا هم الناس اي حاجه يعني برضو ايه، هم مش عارفين مين اصلا بس يعني خمس دقايق برضو يعني مش مهم. ف للحظه كده لما وصلنا اخر العماره قلت لماما ايه ده؟ قالت لي ثانيه واحده، هو انت لو في اللحظه اللي هتفرح بيها، طبعا وانا صغير ما فهمتش الكلام ده، فهمته مع الوقت، بس اللحظه اللي هتفرح بيها ان انا هي والناس عارفاني وكده، دي اللحظه الناس هتبطل تحبك فيها. طبعا انا ما كنتش فاهم، بس هو قصتها بطريقه عشان اقدر افهمها، انه طب انت عايز الناس تحبك، ما تنططش عليهم، ما تكبرش عليهم، ما تفرحش طيب بنفسك قوي. لما هو كده ايه اللي خلاك لما عملت الكامباك بتاعتك تاني تمسك صورتك وتمشي على الريد كاربت تقول لهم انا ده؟ لان في ناس شافت انه ده عايز بقى لا عايز بقى ياخد اللقطة، ما حدش عارفه ففكرنا بنفسه هو صغير. انا عايز ارد على كل الناس دي، انا محامي الشيطان على فكره. ايوه ايوه على فكره، انا عايز ارد عليك وعايز ارد على كل الناس دي اقول لكم والله ماليش دعوه، والله العظيم لا انا اسف انا اسف حقيقه شريف، انا اسف، عايز اقول لكم انه كلامكم صح، كلامكم صح، انا فعلا لا انا فعلا انا كنت يخالف كل توقعاتي. انا كنت يا يعني جماعه نسقفه حبيبي حبيبي كبيره قوي قوي، اللي هو انا كنت فعلا مشهور وانا صغير، وكنت انا كان بالنسبه لي مش مشهور وانا صغير، انا كنت بشتغل وانا صغير. فانا عايز اشتغل وانا كبير، وانا زي ما بقول لك كنت اشتغلت، عايز اشتغل كذا حاجه مين ستريم عشان الناس تعرفني وانا كبير. طب بشتغلت كذا حاجه ما اتشافتش برضه، لسه ما حدش عارف ان ده اللي كبر وده اللي طب ازاي؟ انا كنت عامل دور فيلم اسمه من ظهر الراجل، وكان داخل مهرجان القاهره صح. فده من حقي ان انا كنت حاضر المهرجان وعلى الريد كاربت، فده ما اخش على الريد كاربت وزي ما دخلت زي واه معيش بس كيس برتقال ولا حاجه كده عازم على الناس، بس ايه زي ما دخلت زي ما خرجت. طب ما انا اعمل حركه اخلي الناس تفتكرني، ولما تشوفني في الفيلم تقول ايه ده، ده كبر وبتاع. انا كنت عاملها كده للصناع يعني، مخرج مثلا فرن الفلاني حاضر المهرجان وهيشوف عرض الفيلم، ايه ده وده يوسف، ايه ده والله، فيبقى في دماغه لو عجبه تمثيلي في الفيلم ان هو ايه يفكر فيا في دور تاني او كده. ما استشرتش حد قبل ما تعمل الحركه دي؟ استشرت واحد صاحبي وامي، امي ما علقتش يعني، كان ليها تعليق بس على شكل الموضوع، انه بدل ما تبقى صوره ماسكها كده وطلعها من جيب الجاكيت بتاعه البدله عادي جدا، قالت لا خليها انت ماسكها كانها ماسك كده او يافطه او حاجه كده يعني. صاحبي بقى قال لي انت عبيط حبيبي، انت فاكر نفسك في هوليوود يا بابا؟ ده اللي كان ليها مثلا برضو بحوالي سنه او حاجه كده، كان على الريد كاربت اسمه ايه ده نسيت اسمه، الممثل اللي هو عمل نسيت اسمه والله، اللي هو عمل ترانسفورمرز وعمل حاجات معروفه، شايلبوف. فشايلبوف كان طلع كان حاجه من حاجه فيلم ودخل كان تقريبا او على الريد كاربت ولابس بيبر باج، فالناس قالت ده مين ده؟ فقال لي يا ابني حبيبي ده هيقولوا مين العبيط ده اللي ماسك صورته بيقول يا جماعه صورتي اهي وبتاع. فانا قلت معلم ايه، خلينا نجرب. انت وقت الناس خالص، قلت خليني اجرب، انا مش خسران حاجه صح. ودي الحاجه اللي بصراحه زقت معايا الدنيا قوي، ان انت لما تكون ده في اي مجال على فكره، واي حد عايز يعني لما تكون مزنوق ظهرك للحيطه وانت عايز حاجه قوي، الفرق ده هيخليك تفكر في حلول بره الصندوق، وحلول ممكن بالعكس بدل ما تعمل معاك ضربه تعمل معاك ضربتين. يعني ده ما كانش هدف ان انت يا جماعه انا كنت مشهور افتكروني، مش مشهور، لا انت كان عندك اجنده، انا عاملها للصناع بالظبط. اللي حصل انه لقيت الجمهور بقى افتكرني، وفعلا الصناع ابتدوا ايه ده يتكلموا. طبعا ما حصلش الـ من الصناع، ما جاتش قوي من الصناع، انما جت قوي من الجمهور، وده برده مهم جدا بس. فطبعا ده مهم، ووصلنا للنقطه اللي احنا فيها دلوقتي يعني. والله بحييك جدا جدا، زي ما قلت لي ان هو فخ والله، مش طبعا ده دي مرحله الكلام جد، وده كان اول حلقه انت هتبقى فيها جد خلاص. ده فعلا
فخ فكره اولا النجاح وانت سن صغير ده فخ كبير قوي زي ما ممكن يكون حاجه كبيره بس ممكن يبقى لعنه ما تخليك ما تعرفش تكمل بعد كده. والحاجه الاهم انت يبقى عندك السماحه والتصالح التام مع النفس انك طب يا جماعه انتوا مش فاكريني او انا مش افكركم بيا حاجه بحييك عليها وبحترمك جدا. ممكن نسمع سقفه تانية معلش يا باشا يا خبر ابيض يعني انا لا كل الناس دي بتسقف لي حبايبي حبايبي جمهوري جمهوري. طب يا جماعه ده طلع مريض 92.7 رقم الاس سحبت كل اللي قلته 92.7 رقم الاس ام اس لسه معاكم على نجا اف ام فاصل ورجع لكم تاني ولسه معاكم فبحب سيما شريف نور الدين ويوسف عثمان ضيفي نجم بحب سيما من الالفينات او التسعينات وكمان دلوقتي تاني مش عايزين نكبرك الشغل. سنه كام خالص سنه كام الفيلم اتعمل 99 وتعرض 2004 يا ايوه صح عشان المشاكل وقف في النص سنه 2001 2002 وقف مش بس غير المشاكل اللي كانت في الرقابه كان كمان الشركه العربيه بتنتج حاجات كتيره جدا وقتها أيوة. فالفيلم ما كانش فيه فرصه ان هو يتعمل له مكساج وكده. فانت اشتغلت حاجات تانية اصلا اتذاعت ولا لا كله كان اتذاع بعد لا دي كانت اول حاجه ظهر بيها الناس كانت بحب السيما خالص. الشغل جالك بعد بحب السيما بعد بحب السيما بالظبط حصل برضو صدمه كده اكيد 100% الناس كانت خارجه من عرض خاص ايه ده هو ده كبر نط كده ازاي يعني برضو سبحان الله دايما بحب افاجئ الناس بحب افاجئ الجمهور. طيب من ضمن المفاجاه وانا عايز احنا عملنا سؤال كده ليه علاقه بفكره الفنانين النجوم اللي هم صغيرين وسالنا الناس مين اكتر ناس مين فنان يعني تشايلد ستارز انا بيقولوا او فنان كان مشهور وهو صغير وكنت بتحبه يعني فكان اجابات كتير جدا الناس كتير علقت عليك طبعا عشان انت طبعا نجم الحلقه. لا بس بجد والله يعني في ناس جابت سيرتك حتى فيها حد قال لك الواد بتاع بحب السيما حلو حلو فاكر اسمك الناس تمام يعني مين تاني مين تاني شيرلي تامبل الفنانه اللطيفه جدا تعرف شيرلي تامبل كده حصل لها ايه تعرف حكايتها؟ لا تعرف بقت عضوه في اليو ان يا سلام لما كبرت يعني انا ليا مستقبل في الحاجات دي شيرلي تامبل احنا في حزب الاطفال اللي كبروا بقوا يمثلوا كبار كبروا بقوا كبار برضه حد قال شيرلي تامبل برضه فيروز طبعا فيروز بتقول فيروز روزالين البين سلام عليها تحيه كبيره جدا 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 بتقول كريستن دانست وراندو دي كابريو حبايبك زملائي زملائك طبعا ايوه عندك البنت بتاعت عائله زيزي برضه طبعا ولبلبه كنت بتتفرج على الصغيرين بقى وانت صغير وكده ولا مالكش دعوه يعني كان طبعا فيروز واحمد فرحات طبعا كانت بالظبط كذا حد كذا حد احمد فرحات محسن محي الدين بس يعني هو ما بداش غير للدرجه بالظبط كان تينيجر يعني درو باري مور بس في اي تي بس حتى دلوقتي هي خدت فتره كده من اول نص الالفينات وفاهم مريحه ركنت كده معرفش برده معاها خلاص شبعت برده خلي بالك يعني برده نتكلم على ولاد اختنا والله العظيم محمد داخل مع عمل قريب بنحضر لحاجه في رمضان علي السعودي بيقول ماكولي كالكن طبعا 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 وممثله ناتالي بورتمان تخيل هي بدات صغيره جدا فعلا ليون ذا بروفيشنال بالظبط كده دو باري مورتاني ماكولي كالكن حد بيقول كده وكان في الولد اللي هو بتاع ذا سيكس سنس وبتاع مان اون فاير انا ناسي اسمه ما هو مره محمود حميده كان في مهرجان الجونه 2017 كنت رايح مع فوتو كوبي فكان في ماستر كلاس او ندوه كان فيها محمود حميده واسامه فوزي الله يرحمه فكانوا بيتكلموا على ثلاثيه بحب السيما وعفريت الاسفلت وجنه الشياطين وانا كنت حاضر قاعد ورا فمحمود حميده قايل يعني يوسف مثلا الاطفال اللي هم مثلوا وهم صغيرين وكبروا اتجهوا للانتحار او للادمان يوسف بفضل والدته بفضل ان هو من جواه عايز يشتغل وعايز يبقى حاجه ما اتجهش لكده فانا طبعا ايه انا طبعا ما فهمتش الرقره ده غير بعديها بفتره اللي هو بعديها بشويه ايه عشان بقى هذا الشخص الثاني عشان فعلا لا فينا ومايكل يعني هو خد وقت عشان يرجع لي الوقت بقى يعزف في فرقه وبيعمل شغل. انا بتكلم فيها انه الشهره وانت صغير دي فخ شريف في ضغط بجد والله العظيم انا مش عايز اقول كلام عشان بس يعني يمكن انت قلت لي ابقى في حته عميق بس هو هقولها بس وهسكت انا مش بدي كريدت لنفسي بس في ضغط نفسي ان الناس مستنيه منك زي ما انت نجحت وانت صغير انك تبقى في نفس النجاح وانت كبير انا وانا بحاول ارجع تاني وانا كبير وكنت بروح كاستنجز فيها 400 بني ادم واخش والاقي المخرج كاستنج بيقول لي بتعمل ايه هنا كنت بلاقي ناس بتقول لي يا عم انت نجم انت بتعمل ايه دلوقتي هنا اقول له انا مش نجم انا دلوقتي مش نجم انا دلوقتي قابل ان انا ببتدي تاني من الصفر وما عنديش مشكله مع ده بس في ضغط نفسي بيجي عليك سواء من الدايره الصغيره اللي حواليك او من الجمهور اللي بيقابلك عادي انت بتاع بحب السيما انت مش عارف ايه انه هو انت فين بقى وانت كبير فالضغط النفسي ده محدش فاهم الصعوبات
اللي انت بتعدي منها. انه يبقى في مخرج مش متخيلك في الدور ده او شايف انك ما كبرتش كفايه، مخرج كاستنج مش مقتنع اصلا بتمثيلك. انا اتقلي في وشي من اسامي وشغالين دلوقتي مؤلفين ومخرجين، لا انت صعب انك تمثل، صعب قوي ان في مصر ان الطفل تاني يرجع يمثل. طب انت كنت بتتعامل مع ده ازاي غير طبعا انت عندك تاهيل نفسي واضح جدا من العيله وده حاجه كويسه، لكن برضه تاكيد ما بني ادم برضه طبعا اكيد حجر. اكيد طبعا كان بيجي لي وقت كنت بتحبط طبعا. بتتعامل مع ده ازاي؟ كنت بمشي اكلم نفسي في الشارع حقيقي، يعني انا معظم مكاتب الكاستنج في المهندسين كنت بنزل من المكتب اقعد ازعق في الشارع واكلم نفسي في الشارع، لو طب اعمل ايه اعمل ايه، وارجع البيت اهدى افكر طب فكره جديده. طب انا لو مثلا مثلت في حاجه او مثلا عندي مشهد عملته في مسرح في الجامعه اخد المشهد ده على فلاشايه واوريهم في الكاستنج الجاي، طب بص الكاستنج الجاي ممكن اكون انا محضر انا مونولوج ليا، طب ماشي هما بيتكلموا انا شكلي صغير، طب اربي دقني اربي شعري اعمل مش عارف ايه، طب مثلا هما بالنسبه له اللي هو عشان انا هخش وانا يا جماعه انا مش حلف وارجع، انا بالنسبه لي مش هقبل حبا في التمثيل ومش ومحدش انا اسف محدش على هواه يقول لي لا انت مش هينفع تمثل، لا يا معلم. طب ما يمكن برضو خلينا يعني ان مفيش موهبه مثلا لو مفيش موهبه حلو قوي، انا ما عنديش اي مشكله ان انا اعمل كاستنج ويتقلي في الكاستنج، لا ما انا اتقلي لا كتيره جدا، كنت بلعب لعبه من قريب مع اصحابي معلم اقول له قول في اخر 5 سنين اي اسم فيلم او مسلسل هتلاقي نسبه كبيره جدا عملت له كاستنج ما اتخدتش، ما عنديش مشكله في ده، انما انا عندي مشكله ان انا ما اخدش فرصه الكاستنج اصلا، وانا حقيقي في حاجات انا مش هحكيها بس في حاجات ما خدتش اصلا فرصه الكاستنج، كنت بسال يا عم اقول لك حاجه خدني رد علي خلينا نعمل كاستنج وسلام عليكم طب هنبقى نكلمك، لا اللي هو لا دي بتقلك في وشك بمنتهى ايوه انت بتعمل هنا لا، فانا كنت باخد ده ومش هقول لك بحوله لطاقه ايجابيه وبتاع، بس كنت باخد ده مش انا هتلف الايام يا معلم وهتخليك انت بتكلمني، وحصلت مرتين وكنت فرحان قوي بنفسي مع يعني مش بلاش اقول مع مين بس نفس المكان او نفس الشخص اللي في يوم من الايام عدى كده وانت مين يا ابني او رفضني او لا كان بيكلمني عشان اروح وامضي معاه حاجه، وانا اللي كنت قاعد هو مش قاعد بقى اللي هو لا قاعد عادي جدا بس جوايا انتصار، احساس جميل جدا ان انت طبعا انت يعني لما الواحد يوصل للناس اللي عايزاه مني اللي هي النجوميه وانت صغير للنجوميه وانت كبير، لما الواحد ان شاء الله يوصل للمرحله دي هيحس انه خد خطوه كبيره، بس دلوقتي انا لسه بسعى ولسه بعافر ولسه بروح ولسه باجي وقابل ان انا لسه مش حتى في نص الموضوع انا في اوله فاهم، بس ده كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه، فانا هخش على طول افكرك بالجونه ابو حبيبي يا ليل ونرجع تاني 1-92-7 رقم شوف يا جماعه والله. طب اقول له افتن عليك افتن عليك دلوقتي برقص يا جماعه عادي برقص لسه عميق برقص اكتر عمل بتحبوه ليوسف كان اختيار ما بين زلزال والاخر نفس وبحب السيما، طبعا بحب السيما يعني في اجماع عليه طبعا مش انا مش خاطر يعني فاهم لكن طبيعي يعني طبيعي. لكن برضو في حد قال فيديوهاتك على يوتيوب وده اللي هنتكلم عنه بعد شويه بقى الكوره أيوه. حد تاني قال نصر السعيد سيب ولا سيب بص لا انا بحب نصر السعيد جدا، انا بحب في ادوار كده عملتها نصر السعيد والخنكه الدورين دول انه الدور يبقى المسلسل، طبعا احنا في الصناعه اللي احنا فيها طبعا في مشاكل وفي ضغط وقت ورمضان وكده ففي اوقات بنكون بنصور ومسلسل لسه بيتكتب فبحب قوي لما تبقى انت بادئ وانت المشاهد اللي في ايدك قليله والمؤلف والمخرج وبطل العمل يشوفوا شغلك ويكون لسه متصل بيتكتب فيقول ايه نصر السعيد والخنكه من شوف من هم مش من اكبر ادوار اللي عملتها وفي ادوار اهم جدا عملتها بس حقيقي من اقرب الادوار اللي انا بحبها جدا لان حسيت ان انا وانت بتمثل انت مش بس بتمثل شخصيه انت بتقاتل على دورك أيوة. فبصراحه احساس كده بتحس انك بتفيد نفسك يعني. طب احكي لنا بقى حكايه الكوره تمام يعني ايه بقى القصه يعني قصه ان انت عشان انت بتحبها فعملتها تلقائي ولا برضه شايف ان دي نوع من انواع الوصول للناس؟ لا انا ابتديت ان انا بحب الكوره انا بحب الكوره وبتاع كنت بشوف الناس على يوتيوب مفيش طبعا القنوات ولا كده الناس بتتكلم برضو يعني فئه عمريه اكبر شويه من جيلي طب انا جيلي بيتكلم ازاي وما كانش فيه على اليوتيوب ناس كتيره بتتكلم السن ده بتتكلم باللغه دي بالظبط بالاسلوب ده بالظبط وبتوصل معلومه كده بتتكلم بطريقه كاجوال او طريقه وديه اكتر يعني فابتديت ان انا طب اعمل يعني زي يوتيوب شانل وابتديت اتكلم فيها وبعدين ابتدى الموضوع يكبر وابتديت الناس تحب الكونتنت انا بحب دايما احط فيه حاجه مختلفه ما احنا لو انا ما عملتش حاجه جديده الناس هتتفرج عليا ليه فاهم قصدي تتكلم في كذا وكذا وابتديت اتكلم في حاجات جديده ما حدش اتكلم فيها قبل كده يعني في لعبه اسمها فانتسي فوتبول دي لعبه اللي هي عن لعبه الدوري الانجليزي بناء على ادائهم في الحقيقه بتاخد نقط في اللعبه ومش عارف ايه كان بره في مصر ناس كتير جدا بتلعبها تالت اكتر دوله بتلعبها في العالم هي مصر بس ما حدش كان بيتكلم عليها فدي زقتني جدا لما جه كاس العالم
سافرت عملت فلوجز من روسيا. دي اكتر فترات اتبسطت فيها جدا واحلى كونتنت طلعته. كاس الامم اللي فاتت عملت فلوجز. دلوقتي وصلت طالما انا اتكلم في حاجات كمان جنب الكوره، اعمل حاجات حلقات جيمنج، اتكلم في الافلام، طبعا الافلام الاجنبي مش المصري عشان عايز اكل عيش، بس الافلام الاجنبي اعمل لها ريفيوز، اطلع فيها الايستر اكس السيمبليزم الافكار اللي فيها. واستنوا ريفيو الجوكر جاي قريب جدا في خلال. ايه رايك؟ تقيل قوي. وكمان لما تشوف انترفيوز لتوت فيليبس وخواكين فينيكس على الشغل اللي هم اشتغلوه، انا عندي بعض التحفظات على الفيلم وعلى الافكار اللي بيقولها حلو، بس حاسس في حاجات بزياده قوي. بس لا، في شغل تقيل قوي. في كمان شفت بص علاقه المخرج والممثل دي، وانت بتاخد كورسات كتير انا عارف وفاهم يعني ايه قد ايه، انه علاقه المخرج والممثل دي علاقه يعني ساميه جدا ومهمه جدا جدا. فانا شايف ان فعلا اعتقد ان توت فيليبس اللي تاريخه السينمائي ما يوحيش بده خالص، هانج اوفر يا معلم، هانج اوفر ورود تريب وديو ديت وافلام كلها ازاي. وده برضو في صلب الفيلم على فكره، ان الشخص اللي امتعنا وانترتين ده زي بيقولوا ابهرنا الابهار ده كله، يقوم عامل حاجه يعني بتقول انه طب يا معلم ما تفتكرش اللي بيضحك ده او الوش ده قدامكم ده، احنا عشان نبقى نوصل للمرحله دي، دي اكيد حاجه نفسيه في توب فيليبس نفسه. بس قصدي اقول توجيه الواكين فينيكس والحاله الفنيه اللي وصلوا لها زي ما بيقولوا كده ايه، نشوه فنيه فعليا. فاهم قصدي؟ ولا وتشوف شو يعني، حتى هم بيتكلموا لما بييجوا يتكلموا عن نقطه معينه قدام اودينس او كده، تحس انهم فاهمين بعض بالزياده. هي دايما انت بتتكلم في حته علاقه الممثل بالمخرج دي، انا اتعامل مع اي مخرج بحب دايما المخرج اللي هو بيديك مساحه، بس في الاخر هو عينك، هو حبة. الميزان بتاعك. في اي حاجه تلاقيه بيجي في ودنك كده، في كذا كذا يا يوسف عايزين كذا. مين اكتر مخرجين اشتغلت معاهم كانوا كده؟ طبعا دول مخرجين فمش عايزين حد يزعل مني، بس هقول والله بص طبعا كلهم كويسين، بس كلهم كويسين، بس حقيقي يعني مثلا طبعا أنا... طبعا يعني لا اكيد غير اسامه فوزي طبعا، طبعا ده قصه لوحدها بالظبط. لكن لا لا بنتكلم على كبر. انا مثلا اشتغلت مع تامر عاشي فوتوكوبي مشهدين بس حسيت بده معاه. استاذ حسام علي في الاخر نفس، استاذ ابراهيم فخر في زلزال، محمد جمعه في الخنكه، ياسر السامي في نصر. في مخرجين بيجي في ودنك يقول لك كذا 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 كذا. احمد خالد موسى عمل كده معايا برضو في الميزان، بس كان عملها بطريقه تانية، اللي هو لان الميزان كنت بالعكس بقى ببروجكت حاجات كتيره جدا، فبحب المخ اللي هو بيقول لك هي ده ميزانك، اللي هو بيجي ليميت ده كله، عشان هو بيبقى شايف الصوره الكامله وشايف ستايل المسلسل وشايف ستايل الحدوته والعالم اللي الشخصيات دي عايشه فيه. فازاي انت ما تبقاش حاجه خارجه بره ده، انما تبقى جوه العالم ده. فدي حاجه مهمه جدا. وفي مجتمع في مخرجين بالعكس بقى مش بيهتموا لده، وده بيبقى من دافع انه لا انت ممثل، انا مش هتدخل في شغلك، اعمل شغلك انت، اعمل شغلك. وده مفهوم، بس انا برضو انا راجل على باب الله، انا لسه ايه يعني، لما اكون حرفي، لما اكون عندي الكرافت القويه قوي دي وعندي سنين الخبره الكبيره دي، تمام يعني اعمل كده معايا. لكن اكيد مش يعني بالعكس محتاج ايدك معانا في ايدك معانا بس كده. كده نسر السعيد، ليه المسلسل ده علم قوي مع الناس بالذات، وانت والسعيد دي كمان برضو حاجه مش سهله. ده كان ده انا اقول لك حاجه، من اكتر الحاجات اللي انا استنيت انها تضرب في وشي كان نسر الصعيد، وده ما حصلش. بالعكس العش هقول لك، عشان ليه؟ كان اول دور زي ما بيقولوا، عارف انت اطلع للعدو بوشي كده، لو اطلع للناس كنت لسه اخد ورشه تمثيل مع اكتنج كوتش مدرب تمثيل، وكان راجل بيتبع تكنيك كده ان الواحد يبقى ازاي تلقائي الاقصى درجه. ما الواحد دايما تلقائي في تمثيله، بيحاول قد ما يقدر يكون تلقائي، بس ازاي برضو في تفاصيل بتحطها وبتاع طبعا. بس كان الشغل مع الراجل ده كان حاجه تانية خالص، فخلاني في المسلسل طبعا اللهجه انا كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اتقنها على قد ما اقدر، لان كنت بشوف وبسمع انه في ناس ممثلين ويتلخبطوا بين الفلاحي وبين الصعيدي ودخلوا ده في ده، فازاي اصلا الجمهور بيبقى حساس جدا 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 جدا، تراثه وارثه زي ما بيقولوا يعني. ف حلوه جميله جميله، اديني واحده كمان. فكنت حاسس لا انه لا لازم اركز في دي نقطه. كمان نقطه ان انا كنت بتعامل، ودي كانت نصيحه سمعتها من الاستاذ خالد صلاح الله يرحمه، كان بيتكلم عن دور في عماره يعقوبيان، انه دوره مشاهده قليله، هو 4 مشاهد، فلكل مشهد لازم يبقى طلقه بيبين حاجه عن الشخصيه. لو ما طلعتش في المشهد ده ما هي مش هتطلع تاني، هما كلهم 4 مشاهد. فانا دوري في نصر سعيد بقول لك كان في الاول صغير، ففي كل مشهد انا عايز اطلع طلقه، عايز اطلع حاجه عن الشخصيه دي عشان انا مش عارف ايه اللي جاي. فهو ده اللي خلى ظهوري لحد مثلا ظهوري لحد الحلقه 21
كل مشهد بيسيب علامه لان انا ما كنتش ضامن ايه اللي جاي. لو مسلسل بقول لك كان بيتكتب وابتدى لا حقيقي فعلا رجع له تاني مسلسل اتفرج عليه تاني حقيقي. انا وكمان في مشاهد يعني كنت عامل كمان انا في الشخصيه مهندس الميكانيكا الوحيد اللي في جنة. فكان رمضان كل شويه ما يشوفني في الـ في, الـ في الـ سواء في التصوير او اون كاميرا قول بقى باش كنت طالع اسمي يوسف برضه اقول بقى باشمهندس يوسف بواد باشمهندس الميكانيكا الوحيد اللي في جنة قول فثبتت مع الناس. طبعا رمضان جماهير كبيره جدا فكل ما يقول حاجه تثبت عليا. ايه اكتر حاجه علمتها الناس في زلزال بقى السنه دي؟ زلزال طبعا اللاين اللي مع كواكب الرقاصه اللي عايزين اتجوزها طبعا ده بقى فايرل. طبعا جري على طبعا لا 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 اس اس بتاع كواكب وشكلك وادائك جبت منين بقى؟ بتشتغل على تفاصيل الشخصيه ازاي بقى يعني اللوك اللي مش عارف ايه بتاع هل ده برده مع المخرج فقط لا غير ولا كمان بيبقى فيه عناصر ثانيه؟ لا طبعا في ستايلست اكيد ناس شغاله معاك بس تفاصيل كده معينه انت ايوه الشارع بقى. ما هو دي بقى صعوبتها في زلزال بس ايه انه زلزال مش دلوقتي يعني زلزال وقته في التسعينات فانا هجيب من الزكاتي منين اورجانيست من التسعينات راجل حقيقي راجل كبير دلوقتي قاعد مش بيعزف او قاعد في بيتهم يعني على فاهم. فابتديت ان انا طيب انزل مع فرق وتشوف بس برضه ده الاورجانيست بتاع دلوقتي اللي هو لابس قميص بيلمع وبيشيل الكيبورد على قفاه وكده. لكن انت عايز الاورجانيست بتاع زمان اللي هو اقصى حاجه كان ممكن ايه يرفع ايده في الهواء كده فاهم ويكون رقي بالظبط اللي هو كان كانش فيه برضه كده يعني. ايوه فابتديت اقعد مع اورجانيست او اتكلم معاهم. طب يا جماعه بتعزف انا ما بتعلمش العزف ومش فاهم السلم والموسيقى مش فاهم المزيكا ففهمت طبعا ما بتعلمش العزف برضو بس فهمت طب فين البيز بتاعي فين السولو بتاعي الكيس دي عامله ازاي حلو قوي. تاني نخش في الشكل طبعا الستايلست معانا في المسلسل حكايه خالد حسن علا اشرف اشتغلوا كتير قوي على الشكل هم اللي كانوا جايبين الهدوم دي ستايل الشعر. انا كان ليا حاجات في الوقفه في المشيه في طريقه الكلام انه برضو غير الزمن مختلف الشخصيه من طبقه اجتماعيه مختلفه وانت محتاج تخش في العالم ده وهو صاحب زلزال فلازم ما ينفعش يبقى هو زلزال في حته وهو في حته. كمان هو في الاخر هو صبي علمه فصبي العلمه بس دارس انت فاهم هو بالنسبه له ده الدراسه دي مهمه بس هو في الاخر صبي فهو حاس بالعار برضو من الحته دي ان هو انا فنان قوي عارف انت انا لعبت على الحته دي انا هو دايما شايف نفسه فنان انا استحق احسن من الكلام ده. بس انت فنان تجربتك مع الغناء يا يوسف؟ بص في دقيقة انا عملت اغنية في مسلسل كان اسمه وعد. أيوة. عملت اغنيتين اكشن بس كفنهم اغنية واحدة اغنية راب. صوتك حلو قوي صح؟ انا صوتي في مرة هتتكسر هنا في السؤال ايه؟ استاذ ابراهيم فخر قال لي يوسف الدور لازم تغني. قلت له انا ما بعرفش اغني. قال لي طب بص هنخليه راب يغني راب او روك فده انت مش محتاج. قلت له روك لا خلينا في الراب. قال لي ده مش محتاج ايه؟ مش محتاج طبقة يعني. فجيت اغني راب كان الكلام بقى كان قلت له استاذ ابراهيم خلي بالك عشان الكلام لو طلع ايه مش قوي قوي الناس. فكان الكلام بيقول ايه بقى؟ بيقول شاب مصري شاب فل مش بانجك مش برول شاب واعي وبدراعي مش عارف بكره مش عارف ايه بتاع حاجه كده. فقلت له برامج هغني الحاجات دي. قال لي قلت له طيب. فلما جينا نغنيها كان كمان بتتصور في المسلسل على انها احنا بنلعب في الجراج بتاعنا وبتتصور فيديو كليب يعني كمان. فطبعا وهي بتتصور كانت ازمه كبيره جدا 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 وحقيقي كنت مكسوف جدا 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 انا ما بعرفش اغني يعني انت فاهم عارف لو انا بغني هتكسف من ايه؟ ما انا مثلا في زلزال كنت برقص رقص انا في زلزال والله العظيم انا برقص برقص يا جماعه والله في مشهد في زلزال كان بتاع تحيه نبطش زلزال في فرحه طلعت تحيه نبطش وبعدين برقص مع اسماعيل ليسي بيغني اغنيه شعب برقص مع الفرقه بتاعته وفتح القميص لحد ذرتي وسلسله وعامل وبتاع الناس قاعد الكروب بيقول ايه يا يوسف ده اللي هو انا ما عندي مشكله لان الشخصيه كده وانا بعرف ارقص او بحب ان ارقص لكن الاغنيه مش بتاعتي يا جماعه يعني حتى مش لكن طلعت ازاي في الاخر الحمد لله الاغنيه هم قعدوا يتريقوا عليها في ساعتها في رمضان على فيسبوك بس الحمد لله الناس نسيت دلوقتي خلتنا نفكرهم تاني فحصل خير بقى انا بقى اكررها كده عملك البون ايه رايك هنعبي شرب صوتي عمرو دياب بقى عشان نصلح المأساة لك يا ريت حقيقة يعني انا احنا عملنا حاجات كتير ضحكنا واتكلمنا ورغينا وحكينا بس ملخص الموضوع انه مش هينفع اعمل معاك الاختبار ده لانه انت بالذات يعني انت بتحب السيما قدامنا كلنا من اول سنه من بالدليل. اول ثانيه يعني بالدليل. يعني بس ايه اللي عايزه ايه اللي جاي بالنسبه لك وايه اللي بتحلم بيه بالنسبه لك على المستوى الشخصي وبالنسبه للسينما بشكل عام وانت كمان يعني ادوارك او شغلك في الفن بالنسبه للسينما في مصر انا نفسي والصناعه في مصر يعني الناس شغاله في الصناعه عارفه وضعها دلوقتي واكيد هي فيها ليها حاجات ابس كويسه وفيها حاجات داونز الواحد محتاج اكيد نكون انا نشتغل عليها والاسامي الكبيره تشتغل عليها. عرق الصناعه في اول الالفينات كانت ابتدت تاخد
منحنى كده تجاري حلو وكانت بتكبر وكان في تنويع وكان في وكان في نفسي ده يرجع اكتر, نفسي يبقى في افلام مستقله اكتر او في التنويع ده يرجع تاني. انا حاسس ان التنويع ده ابتدى يهرب مننا شويه, وحلو ان في جونرز كده جديده بتتقدم وبلوك باسترز بالظبط يعني دلوقتي بقى طبعا بس عايز اقول لك الحاجه دايما في نظر اقول لك ايه المليان كوب على الفاضي, يعني انه الحاجه اللي بالظبط لو احنا بنعمل افلام ببيج بادجتس فبتجيب فلوس كتيره ده ممكن يشجع بعد كده ان الفلوس الكتيره دي يتاخد منها افلام تعمل منها بادجتس برضو حاجات كبيره بس كمان يتعمل حاجات صغيره, لكن لو مش اثر حركه من اساسه نديه على صغير طبعا لا ما طبعا بقول لك الوضع لا في حاجات كويسه جدا يعني ممكن تبقى لا احنا بنتكلم على الوضع المثالي يعني الوضع اللي ده طبعا, طبعاً. كمان انا بالنسبه لي انا حقيقي ودي حاجه انا مش ببص لفكرة ان انا ابقى نجم ولا ان اشتغل ولا على قد ما انا عايز ان انا امثل وعايز امثل ادوار اقدر اطلع فيها اللي عندي واقدر اطلع فيها. يعني مثلا زلزال بالنسبة لي ليه انا حاسبه نقلة كبيرة جدا والحمد لله الناس لما شافت المسلسل شافت طوري عشان انا كان من زمان نفسي في دور زي ده, نفسي في دور اورجانيست في التسعينات بيخون صاحبه وصابي رقاصة ورافض انه يتجوزها وبيرقص وبيعمل وبيدي تحية نبطش كل ده وشخصية ودور وطولة وصحبة وبعيد عنك تماما وبعيد عني تماما. فان انا من زمان كان عارف اللي هو يقولك ايه I sink my teeth in it, احط دماغي كله واحط شغلي كله احط سناني في دور زي ده. فانا عايز ادوار اكتر من ده وانا مبسوط جدا انه جيلنا بقى ياخد الفرص دي. يعني برضو ارجع كده 10 سنين فاتوا كان دايما بيجيب السن ده بيجيب ممثل في نص الثلاثينات ويعمل شابه في الجامعه بالظبط ويعمل ايه لو ازاي يا معلم بس الحمد لله انا الدنيا دي اتغيرت وبنشوف دلوقتي انت شايف مالك دلوقتي بيعمل افلام بره وبيشتغل وبتاع بالزبط. مين بيعمل ايه فلان بيعمل ايه فكلنا بنتحرك وكلنا بنزق فده حلو جدا لجيلنا. فيا ريت انا بقول لك انا عايز امثل بمنتهى البساطه كل ما انا بمثل كلنا مبسوط طول ما انا بعبر عن اللي انا جوايا من كونتنت على يوتيوب من ادوار بعملها من ناس بتقابلها وتتكلم معاها وتقول لك انا حبيت شغلك في ده وما حبيتش شغلك في ده انا كده مبسوط. احنا مبسوطين بيك قوي قوي بجد وتستاهل سقفه اديني بقى الزهور بص اهو سقفه والله العظيم وبجد نورتنا يوسف وزي ما قلت تاني انت في كده اسامي كانت فخر لان انا كانت موجوده مع بحب السيما عشان البرنامج ده بتسمي على اسم حاجه عزيزه قوي علينا كلنا وذكرى مهمه جدا لينا كلنا فتانك يو ان انت جيت وتانك يو ان انت نورتنا. وعايز تقول حاجه كلمه اخيره كده اللي بحب السيما الفيلم بقى المره دي مش البرنامج لاسامه الله يرحمه اسامه انا كنت بحبه جدا وقابلته كتير جدا جدا على كبر وقعدت معاه بالعكس كنا قريبين اكتر واحنا كبار عن وانا كنت صغير الله يرحمه وحقيقي بشكره هو جود فاذر بتاعي وبشكره جدا على الفرصه اللي هو ادالي وانا صغير والفيلم ده احلى حاجه انه دايما دايما مهما حصل هيفضل علامات في تاريخ السينما المصريه وانا فخور جدا ان انا كنت جزء منه. تحب السيما؟ تحب السيما؟ اكيد طبعا. شكرا يا شريف. يا عيني انت اتأثرت. ايه ده؟ يا جماعة والله انا متأثر زينا عادي يعني بني ادم بني ادم. سي يا يوسف. نورتني. شكرا.